نقلة إلى وإلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. ملعوبة رمية التماس مباشرة من جانب سموليك، لاعب أي كلام سموليك إلى رمية التماس. كرة ملعوبة من جانب ديبوك، ديبوك يلعبها في منتصف الملعب، محاولة للتقدم من جانب كلوب روك واخوان ماتا، والخطأ على اخوان ماتا، خطأ على ماتا، خطأ لصالح كلوب روك. الفريق الذي لعب 20 مباراة امام الفرق الانجليزية، 20 مباراة امام الفرق الانجليزية، فاز في 6 وخسر في 10 لقاءات وتعادل 4 مرات امام الفرق الانجليزية. خطأ اذا ياتي امامنا، ولدينا في تنفيذ الخطأ الحاضر في الصورة فيكتور فاسكويز، يلعبها فيكتور، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، وبالنيران الصديقة كلوب بروك تسجيل على أصحاب الدار وضيفا ثقيلا على أصحاب الدار، والكرة الماضية فيكتور فاسكويز، رب رمية من غير رامي، رب رمية من غير رامي، لعبها مباشرة ولكن النوايا كانت لعرضية، وعن طريق الحاضر امامنا بالخطأ في مرمى تعانق الشباك وتعلن عن اولى الاهداف لصالح كلوب بروك الذي يفاجئ المان يونايتد. الكرة عايزة المرمى يا جماعة، عايزة المرمى، حاول ان يلعبها عرضية، ضربت في نيونزاي، بعد ذلك عادت وضربت في كاريك وتعانق الشباك. كرة نيتها اصلا عايزة درب المرمى، رغم ان نية الحاضر امامنا فيكتور فاسكويز لم تكن في الشباك، ولكن الكرة كانت عايزة درب المرمى. تمريرة ملعوبة وكرة في منتصف الملعب، اذا كارك بالخطأ في مرماه، تعود الى عدنان يانوزاي وهي دعوة للاستمتاع، هذا الهدف اعتقد انه تعود الى عدنان يانوزاي. تمريرة الى دارميان، دارميان في المنتصف، كارك بلند، تغيير اتجاه اللعب الى لوكشو، لوكشو يلعب الكرة الى منفس ديباي، مرور يا السلام بصورة ممتازة، لاعب من مصادر او عند المهارة دائما العرضية ملعوبة داخل، وينك يا روني وينك، مرت وعدت الكرة الماضية، تعود مباشرة في منتصف الملعب، نقلة مورغان شنايدرلين، تغيير اتجاه اللعب والتقدم، تصل الكرة إلى عدنان يانوزاي، يانوزاي وين روني، اخوان ماتا منفس ديباي هما جومية ودائما مفاتيح الهجمات للمان يونايتد، السلام والمهارة في المر والسلام، مر وتسديدة وينها، يبحث عن المرور، هوبا 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 في الجول عن طريق منفس ديباي، هدف من الجمال وكل الجمال، كل الجمال يا منفس ديباي، كنا يا دوب هو راسم المتعة بل هو راسم الجمال مع المان يونايتد، شوف الاستلام والترويض، مهارة ما اجملها ما اروحها، مر وفات وعدى، والكرة وين؟ في الشباك، معلن عن اولى الاهداف، معانقة اولى للشباك، يا دوب ما كملنا الكلام وقلنا عنه هو مفتاح الاهداف، ولكن هو مفتاح المتعة مع المان يونايتد للحاضر امامنا في الصورة، منفس ديباي مر بصورة ممتازة، بصورة رائعة، الاول والثاني ودفاع دارميان، عايدة مباشرة إلى سمولينج، تقدم عن طريق سمولينج وتمريرة إلى دارميان، يلعبها للأمام شنايدرلين إلى أخوان ماتا، ماتا إلى عدنان يانوزاي، يانوزاي تغيير اتجاه اللعب إلى لوكشو، لوكشو يتقدم للأمام، انطلاقة من جانب لوكشو ويلعب التمريرة لينوزاي، ولكن التغطية الدفاعية بعد ذلك، تعود مباشرة شنايدرلين، كارك تغيير اتجاه اللعب من جانب كارك وتقدم في الامام من جانب لين، يا سلام على البينيه وعلى المهاره الفنيه والتسديده، ويا الله يا سلام عليك يا منفس ديباي، ثاني الاهداف وقلنا الجمال، كل الجمال كل الجمال باقدامك يا منفس ديباي، يضيف الثنائيه بعد فاصل مهاري جميل جدا، شوف تمريرة أمامية وبلنت لعب البينية وقال له وين، جيب الثنائية جيب الثنائية يا منفس ديباي، مر وتقدم وفات، نظرة ولقاء ومعانقة للشباك للعب يعانق المتعة حتى الآن أمامنا، تسديدة ما أجملها تعانق الشباك وترسم ترسم الفرحة في مدرجات الأولد ترافورد لصانع الفرحة حتى الآن وراسم البهجة على فان خال وعلى مدرجات الأولد ترافورد، وابتسامة فان خال خلفها ابتسامات
درجات المان يونايتد عن طريق الاولد ترافورد. يلعبها الى ممفيس ديباي، يلعب العرضيه والراسيه، اوبا، والثلاثيه عن طريق مروان فلايني يضعها في المرمى ويصرخ بفرحه الهدف اللي رسمها في الاولد ترافورد ويهيج مدرجات المان يونايتد في لحظات اخيره. هدف هو صافره الختام، بل هو مسك الختام، شوف التمريره الماضيه، هو من بداها وهو من ختمها بصوره ممتازه، وزي ما قالوا الخيل الاصيله تظهر في اللحظات الاخيره واللفه الاخيره والاصيل عن طريق مروان فلايني، لعب الكره بصوره ممتازه.